نص كلمة بقلم أحمد رجب. عزيزي الرئيس السيسي، نحن لا نهنئك بنا ولكننا نهنئ أنفسنا بك. نحن نعرف أننا سوف نتعبك ونعذبك ونسبب لك الكثير من الحيرة، فنحن نبدو كأسئلة بلا أجوبة، وقد نكف بجوارك عن الأنين، عن أصوات الاستغاثة، وقد يكون عزاؤنا أن أخيرا أصبح لنا ابتسامة، فأنت ابتسامتنا. أحمد رجب. أداء صوتي ياسر حماية.